يقول: هل من نصيحة لبعض الإخوة المسلمين الذين يقيمون في بريطانيا، حيث يستحلون أموال تلك الدولة بسرقة الغاز والكهرباء وغير ذلك، بحجة أنها ديار حرب، علما بأن تلك الدولة تعطيهم ما يكفيهم من المال، فهل من نصيحة؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا غدر وخيانة، ولا يجوز الغدر والخيانة لا مع مسلم ولا مع كافر. الكفار ائتمنوكم وأقروكم في ديارهم، سكنوكم، وليست دار حرب، ليست دار حرب، هذه دار معاهدة ودار عهد، دخلتم بالعهد عندهم، فعليكم الوفاء، ولا تحل لكم أموالهم، عليكم بالوفاء بالعهود والعقود. والمسلم لا يغدر ولا يخون، لأنكم لما دخلتم في بلادهم بإذنهم وبموافقتهم، هذا عهد بينكم وبينهم، عقد، هذا عقد بينكم وبينهم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، سواء مع الكفار ولا مع المسلمين.